عالم رقمي بأكثر من 5 مليارات مواطن. منصات التواصل الاجتماعي تسجل طفرة كبيرة بعدد المستخدمين النشطين. دراسة حديثة كشفت أن هذه الزيادة بلغت نحو 62.3% من سكان البشرية. الارتفاع سجل نسبة قدرها 5.6%، متجاوزاً الزيادة البالغة 0.9% من عدد سكان العالم وفق التقرير الذي أعدته شركة مراقبة وسائل الإعلام ميلت واتر ووكالة وي آر سوشيال للتواصل الاجتماعي. المنصات التي حصلت على أكبر عدد من المستخدمين هي فيسبوك التابعة لشركة ميتا بعدد مستخدمين بلغ 2.19 مليار مشترك، بينما جاء تطبيق إنستغرام في المرتبة التالية ب1.65 مليار، يليهما تيك توك بفارق ضئيل بلغ 1.560 مليار مشترك. في المقابل حذرت الدراسة من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة لعدد المستخدمين، إذ أنها تستند إلى أرقام جمعتها إحدى شركات الاستشارات الرقمية، والأسباب هي انتشار الحسابات الآلية، تعدد الهويات لمستخدم واحد، فضلاً عن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث عن المستخدمين. يأتي ذلك فيما يحتفل موقع فيسبوك رائد التواصل الاجتماعي بعيده 20 وسط أزمات لا تنتهي، وعلى وقع اعتذار جديد من مؤسسه مارك زوكربيرغ، هذه المرة لأهالي الأطفال الذين تعرضوا للأذى. عمر السامرائي، العربية.